مهارة غير عادية، المخرج مستمتع بالإعادة، بالتوغل، بالحطة في النهاية في الشباك. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. الحكم بيضيف دقيقتين إلى عمر المباراة. تقريبا المخزون البدني واللياقي خمستاشر دقيقة أخيرة في مباراة ماراثونية. ماتس هوميلز، فابيو على الجناح، تذهب لنيمار. ماتس هوميلز، ماتياس كينتر، موزيس سيمون، الكرة بتضيع عليهم من جديد. مبابي رائع في قراءة الكرة وقطع المحاولة. فرصة الآن لكرة مرتدة. ضاعت المحاولة، ضاعت الكرة المرتدة، ومعها أصبح الاستحواذ للطرف الآخر. حلوة الكرة البينية من توماس مولر، قد تكون هذه الفرصة. يفقد الاستحواذ، أي رؤية، أي دقة، هجمة لم تصل لأي شيء. لباقي حتى الآن خمس دقائق عن نهاية المباراة. كيليان مبابي، كرة مقطوعة بعد تمريرة سيئة. مباراة من الصعب أيضا التوقع في لحظاتها الأخيرة، لأن الفريقين متكافئين في أرضية الملعب. تحرك ممتاز من نيمار. توماس مولر، دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع، تغيير لعب على الطرف والاعتماد على الاطراف. هذه قد تكون الفرصة الأخيرة لتسجيل التعادل. مبابي، وكرة باتجاه المرمى. يا الله، على بعد وقت إضافي مثير نصل إلى الختام. بداية رائعة، انتصار في المباراة الافتتاحية. توماس مولر يضرب. فرصة خطيرة الآن. فرصة متاحة. تصويبة ببطن القدم. الكرة في المرمى. الله على اللقطة. Thinking all night, cause the doubt is sticking too. Yes, I
they're just like you. All these old men cannot tell me what to do. Oh, 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 oh. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، هذه أجواء حماسية، نلتقي مع حضراتكم في مباراة نتمنى بأن تكون بروعة هذه الأجواء. معكم فارس عوض من كابينة التعليق. لحظات وتنطلق مباراة في دوري 48 ساعة لأبطال فوت. الكل متحمس منتظر هذه المباراة بفارغ الصبر. الفرصة متاحة للزوار للصعود في الترتيب العالمي والوصول لمستوى أفضل، والكل يعرف قيمة هذه المواجهات وأهميتها، والكل بات يعرف قيمة كل مباراة جيدا وأهمية الخروج بنتيجة تضمن الوصول لما يريد. هذه التشكيلة والرسم التكتيكي للمباراة، الفريق يعتمد على طريقة 4-5-1 في مباراة اليوم. مباراة خاصة بالنسبة لليوم، المشاركة رقم 250 لمع الفريق. لا شك بأن السعيد بالمشاركة رقم 250 مع ناديم، وبالتأكيد يتطلع للمزيد في الفترة المقبلة. أرتورو فيدال بالمناسبة هو يحتفل اليوم بعيد ميلاده. جيرارد مورينو، فشل الفريق في تحضير اللعب. اعتراض لتمريرة دي بروين. تيمو فيرنر، أرضية حلوة لكن ما في متابعة. جواو كاسيلو، هنا في مكان خطير بتروح الكرة للخصم. أرتورو فيدال بيمر فيها بعديه. سيء اللقطة الماضية، الظروف ما كانت مناسبة للتسديد، كان ممكن يشوف حلول ثانية، كان ممكن يفكر بالتمرير على الأقل. ضاعت الكرة، كرة بتضرب الخط الخلفي.
نيمار قطع للكرة عن طريق راموس. تيمو فيرنر مجهود قبل الهدف. الضغط العالي هو السبب الرئيسي في هذا الهدف. استخلاص الكرة، مجهود كبير، ضغط مكثف، نهاية تأتي، فرحة لا تنتهي. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. سيرجيو راموس، كيفين دي بروين، إيدر ميليتاو، فيرلا ميندي، بيب غوارديولا، أكسل فيتسل، إيدن هازارد، تدخل في هذه اللحظات، استخلاص لهذه الكرة بشكل مثالي. قد نشاهد فرصة في هذه اللحظات. أكسل فيتسل، غوارديولا، هازارد يفقد الكرة. ماتس هوميلز، أرتورو فيدال، دانيال كارفخال، محاولة من الفريق الفائز لكسب الثقة من خلال التمريرات الكثيرة في وسط ملعبهم، أيضا جر لاعبي الفريق الخصم من أماكنه وإيجاد الثغرات. ماتياس كينتر، ماتس هوميلز، دانيال كارفخال، كرة في الجناح، تيمو فيرنر، توماس بيبر وتقدم الكرة. هدف بيريح الأعصاب، هدف بيزيل التوتر، هدف بفارق الهدفين، مزيد من الراحة. الأمور لم تنتهي لكنها اقتربت الآن. مجهود فردي، مرور، خذ الكرة، عدى فيها، مر فيها، لا أحد يستطيع إيقافه. وضع الكرة بكل ثقة في الشباك. هدف في منتهى الروعة، هدف يوسع الفارق مشاهدينا. النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. مولر، ملعوبة الكرة بين يمين فيدال، جيرارد مورينو، فرصة لإرسال كرة عرضية منتظرة. أرتورو فيدال، نيمار، ما زالت الكرة مع نيمار. تيمو فيرنر، أوهو، ضاعت الفرصة. تسديدة قوية مرت قريبة من المرمى، كانت تحتاج إلى دقة أكثر في اللقطة الماضية من هذا المكان القريب. كيفين دي بروين، ماتياس كينتر، أرتورو فيدال، حاول الإخراج لاعبي الخصم من أماكنه. لاعبو الفريق المتقدم في النتيجة يتنقلون الكرة في وسط ملعبهم. تيمو فيرنر، أرتورو فيدال، دانيال كارفخال، كرة خطيرة على المرمى، عرضية لا تأتي بالخطورة في النهاية. كرة سهلة بيلتقطها الحارس. كيفين دي بروين، الآن يبحث عن استخلاص الكرة بعد ما كانوا مسيطرين عليها. انطلاقة إلى هجوم من دي بروين. الآن تفصلنا دقيقتين، احتسبهم حكم المباراة كوقت بدل ضايع. حلوة الكرة البينية من توماس مولر، توماس مولر، نيمار، ملعوبة إلى تيمو فيرنر. تغطية سليمة بيبعد الخطورة. الشوط الأول ينتهي بهدفين نظيفين.